يا خوجة فريد، انت قلت لي امبارح انك ما رح تفضى تلعب اليوم. ما كنت ناوي، بس مثل ما بتعرف الوقت عم يمرق على مهله. يا ريت بقدر ساعدك. بدي افهم طاولة الخواجة نديم اللي بضلنا قصة رابع، ليش محرم علي؟ قلت لك ما بيحب يشارك الا الخواجة سامي. قولت امبارح كان مشارك ست، وبعرف انه ما اسمه خواجة سامي. هيديك اخته. مثل ما شاركها يمكن يشاركني. ما بظن، خصوص اليوم. هيئته مش على بعضه وقاعد يشكي هم. يشكي هم؟ تصور يا مكرم ملا مسؤولية. مش هينة. موقف حرج. عريس ما بعرف عنه شي جاي يطلب ايد اختي الصغيرة. لكيف لازم استقبله؟ وإذا ما عجبني شو بعمل؟ أنا بقول ترك الشغلة لوقتها وتصرف طبيعي. بدك نتفق شو يعني طبيعي؟ لما توصل للشغلة بتقول. أختي الصغيرة يا زلمة، أختي الصغيرة، مسؤولية. خوجة نديم، بدل ما تضل قاعد هيك محتار بأمرك، خلينا نقطع وقت مع الخوجة هونيك. قعدوا مقابلك هالمرة وبس. مين البيروتي؟ اسمه الخوجة فريد. وصدقني دميته خفيف ومعشره ظريف. ما بحبه. شو أنا عم بطلب منك تناسبه للأبد؟ لعبة ورق وبتمره. ما بطيق صورة وجهه. بفضل حرم لعب الورق ولا شوفه قاعد مقابلي. والشاطر يفهم ليش. وليه ما حدا فسر لك إنه وقت النطرة قاسي وقهار؟ شو قصتك ماشي عمهلك كأنه ما في شي؟ تحركي بقى. عشو تربيح جميلة؟ انتي بتدقي وقلبي بدق. يا ريت الوقت بدل ما يمشي على دقاتك يمشي على دقات قلبي. شوفي شوفي ما اسرعن اليوم. وانتي مش فارقة معك، لانه مهما دقيتي انتي بلا قلب. هيك عملتي فيي يا أنيسة. قلتلك ظهريات، شو كان بدك بالمستحى تقردفتيني للمسا؟ كنا هلأ خلصنا وارتحنا وقعدنا نحلم ونتساير ونتصرف مثل العرسان. نتصل بولادنا نحكي معهم مع ولادهم نخبرهم نفرحهم بدل ما أنا منقز وقاعد على أعصابي. راح تعطم شو مدقق لحاله؟ الحق علي، كان لازم يقبل معه ويزور مظهريات. أو على القليل عينه ساعة محددة. شو المواعيد هذه؟ ظهريات، عصريات، مساويات؟ المهم ما تصعب له اياها انت. صدقني عريس لقطة وحببني كتير. وبعد ناقص ما يكون حبك. انت احسن عريس بيتمنى عليكي. لذلك شو بيطلع عمره؟ اكبر منك بسنة. يعني اكبر منك بست سنين. طبيعي مش هيك؟ ايش الحال؟ بيقولوا الفرق بين العريس والعروس لازم يكون من 4 لـ8 سنين. جوزك نبهان الله يرحمه كان أكبر منك بسنتين وما كان يشكي من شيء. أنا بقول 6 سنين بين المرأة والرجال بيطلعوا عدل. وصي. أنت فوتي لجوا، أنا بستقبله. وأنا؟ أنت بعد شوي بتطلي علينا وبتضيفينا شيء. مساء الخير خوجة نسيم. هيدا انت؟ ما بكفي ملبس علينا بالنادي، جاي على نص بيتي تطلب ايد اختي الصغيره؟ خوجة نديم انا. اطلع برا، اطلع برا، واياك تفرجيني صوره وجهك، او تجرب تقعد على طاولتنا بالنادي، او تقرب صوب اختي انيسه. برا برا. صمتي صمتي، تفطري على هيك أشكال؟ هيدا نصيب يتقدم لأختي.